أهلا بكم في محورنا الثاني، حديثنا قبيل على النتائج نصائح تربوية وحديث حول الفترة المقبلة. أرحب بضيفي الخبير التربوي دكتور صالح بركات. دكتور صالح مساء الخير. مساء الخير أخي محمد، ومساء الخير لمشاهدي قناة روي. دكتور صالح أبدأ معك في الحديث، وإحنا اليوم باعتبار هذه ليلة النتائج الثانوية العامة التي تعلن غدا في الرابعة عصرا، كيف يجب التعامل مع هذه الليلة من قبل أولياء الأمور والطلبة ابتداء؟ أشكرك أخي محمد، وحقيقة يعني ليلة إعلان النتائج ويوم إعلان النتائج هو يوم للأسرة الأردنية، يعني نتائج التوجيه لا تعني الطالب وإنما تعني الأسرة ككل، لأن الأسرة كانت شريكة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الذي يبدأ فيه الطالب سنته في الثانوية العامة، تكون شريكة في الهم والقلق والاستعداد وتهيئة البيئة المناسبة للطالب، ولهذا يعني الترقب هو ترقب عام وليس خاص. الآباء لديهم هم وقلق، ينتظرون لحظة إعلان النتائج لحظة بلحظة، ويتمنون يعني كل الأمنيات لأبنائهم بتحقيق أعلى الدرجات. أكيد الأسرة الأردنية قدمت يعني الكثير لأبنائها من أجل الحصول على نتائج مشرفة في امتحان الثانوي العامة، وأنفقت الكثير، وأنت تعرف أنه تنفق الأسرة الأردنية أكثر من 30% على تعليم أبنائها، وخاصة نحن نتحدث عن امتحان الثانوي العام الذي يستنزف الكثير من مدخرات الأسرة، ولهذا الأسرة تنتظر هذه النتائج بلهفة كبيرة جدا، ولهذا هي تجهز لمظاهر الفرح ومظاهر الاحتفاء بالنتائج التي يعني يتوقعونها، والذين بنوا آمالا كبيرة على أبنائهم من أجل الحصول عليها. ولا شك أن وزارة التربية والتعليم اختارت الوقت المناسب الساعة الرابعة بعد أن ينتهي الموظفين من الدوام الرسمي، وكذلك يكون الأهل على استعداد لاستقبال النتائج. وليس يعني إعلان النتائج غدا ليس المرة الأولى الذي يعلن فيه بهذا الوقت، ففي الأعوام السابقة أعلنت النتائج بمثل هذا الوقت، ويعني سارت الأمور بأحسن حال. الأسرة مطالبة أولا بأن تكون الاحتفالات يعني عقلانية مرشدة لا مبالغة فيها، وأهم مظاهر الاحتفال يجب أن تكون الابتعاد عن إطلاق العيارات النارية أو كل ما يمكن أن يشكل خطورة على حياة الأفراد، لأنه كلنا يعني نريد أن نفرح وكلنا نريد أن نحتفل، فيجب أن لا يحدث في هذا اليوم أي يعني طارئ يمكن أن يسبب تعكير للمزاج العام، لأننا يعني الفرح إذا حصل يعني أي طارئ فهو يؤثر على المزاج العام الأردني، فنحن مجتمع متعاطف اجتماعيا وتنتقل الأخبار بسرعة، ولهذا نتمنى إن شاء الله أنه بكرة تمر النتائج والفرح الذي سيتم بكل هدوء وبكل يعني معاني الفرح الحقيقية. وكذلك بالنسبة للطالب يجب تفضل أستاذ محمد. لا تفضل تفضل، بالنسبة للطالب تفضل دكتور. نعم، بالنسبة للطالب يعني هو أدى ما عليه، قدم الامتحانات بالجاهزية التي كان عليها، وهو أعرف الناس بالنتيجة التي سيحصل عليها، لأن فروق العلامات التي المتوقعة بين توقعات الطالب وما سيحصل عليه لن تكون كبيرة، يعني لا يمكن الطالب الذي استعد استعدادا قليلا أن يتوقع أن يحصل على علامة عالية، ولا يمكن للطالب الذي استعد استعدادا متوسط أن يحصل على علامة مرتفعة. كل طالب يعرف نفسه ويعرف حجم التوقعات ويعرف المستوى الذي يمكن أن يصل إليه في المعدلات، وبعد ذلك هو يعرف إلى أين سيتجه بعد ذلك لأي من التخصصات، ولهذا يجب أولا أن نتقبل النتائج، وخاصة أن لدينا فرص معطاة لنا من وزارة التربية والتعليم في الامتحانات التكميلية، والتي من خلالها نستطيع أن نغير المسار وأن نحصل يعني علامات نستطيع أن نجتاز امتحان الثانوية العامة ما دام هنالك فرص. الأمر ليس يعني بهذا الحجم من القلق الذي يجب أن يكون، وبحجم الردود الفعل الغاضبة التي يمكن أن تكون على نتائج امتحان الثانوية العامة إذا لم تكن النتائج مثل توقعاتنا. التوقعات ليست بالضرورة دائما أن تكون تناسب القدرات،
فالنتائج بالعموم هي تمثل 95% من ما قدم الطالب ومن ما من استعداداته التي كانت خلال العام. لكن دكتور عشان نكون دقيقين وواقعيين، اليوم الأهل بيعيشوا تحت الضغط، صحيح؟ نعم الطالب صحيح، بيعيش أكيد. تحت الضغط، وهذه الساعات قد تكون الأصعب والأكثر إرباكاً صحيح للطالب ولولي أمره وأسرته وعائلته. واليوم بتصير أسئلة متأكد منه معدلك قريب من هيك ومش صحيح؟ وهذا الأمر، يعني الإنسان دائما لديه فضول بالتوقعات، وشيء طبيعي جدا، وهو جزء من فطرة الإنسان وجزء من سيكولوجيته النفسية. ولكن الحقيقة يعرفها الطالب فقط، يعرف ماذا قدم، لأنه عندما يعود إلى البيت الورقة الأسئلة موجودة، ويتم مراجعة الإجابات من قبل أساتذة المواد التي درسها معهم، فمستوى التوقع يكون بنسبة 95%. فعندنا هامش 5% فيما يتعلق بمعالجات وزارة التربية والتعليم للأسئلة التي أثير حولها علامات استفهام، والتي سببت ضجة اجتماعية وضجة أكاديمية خاصة في مادة الكيمياء ومادة الرياضيات. فهذا المجال وهذا الحيز لن يكون، يعني يحدث فارقا كبيرا في العلامات. لا يمكن للطالب أن يعطي للأهل كل المعلومات حول ما قدم، يبقى ينتظر اللحظة الأخيرة من هذا الترقب. يعني مستوى القلق عند الأهل هو أكثر من مستوى القلق عند الطالب أخي محمد، يعني لأن الأهل هم يتوقعوا من أبنائهم أنهم قدموا أفضل يعني أداء في الامتحان، لكن الطالب هو حقيقة عرف ماذا قدم، ولهذا هو يخفي أشياء وتظهر هذه يعني نتيجة الأداء في النتائج التي ستعلن غدا. لا شك أن الامتحان الثانوي العام ونتائجه هي حالة يعني اجتماعية بامتياز في الأردن، وقد نتميز على معظم الدول في أنظمة التعليم في العالم في الاهتمام بالثانوية العامة، لأنها تحدد مستقبل الطالب كما يرى الأهل، رغم أن الفرص التي تعطى للطالب يجب أن يعني لا نأخذ الأمر بهذا يعني الحزم إنه مستقبل الطالب مرتبط بنتيجة غدا، وإنما هنالك فرص، وحتى لو أنه تأخر فصلا دراسيا لكن يمكن أن يعدل مساره الأكاديمي من خلال امتحانات الدورة التكميلية. طيب دكتور، ما بعد النتائج وهو سؤال مهم لأولياء أمور الطلبة وللطلبة، كيف يتم التعامل ما بعد النتيجة أيا كانت تكون هذه النتيجة، وكيف يبحث الطالب عن الفرصة الأفضل؟ تفضل. نعم، يعني على الأهل أن يتقبلوا النتائج وعلى الطلاب أن يتقبلوا النتائج، لأنه لا يمكن أن نعيد الماضي الذي يعني الطالب قدم ما عليه وتحت إشراف الأهل، والأهل يعرفوا قدرات أبنائهم، ولهذا يجب أن تكون ردة الفعل ردة يعني في مساندة للطلبة الذين يعني يمكن أن يخفق هذا الامتحان. ليس بالضرورة أن كل الطلاب سيجتازون هذا الامتحان، نحن نتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة، لكن الأمر الطبيعي أن يكون هنالك تباين في المعدلات، وأن يكون هنالك طلبة لن يجتازوا هذا الامتحان. أنا أقول للأهل الذين لن يجتاز أبنائهم يعني هذا الامتحان ويمكن أن يظهر هنالك مواد تكميلية، بأن يتقبلوا هذه النتيجة وأن يشدوا من أزر أبنائهم ويساندوهم نفسيا من أجل أن يستعدوا إلى المرحلة القادمة من الامتحانات التكميلية. وأقول لهم كذلك بالنسبة لأبنائهم الذين سيجتازوا الامتحان ويحصلوا على علامات متقدمة أو علامات متوسطة، يجب أن يساندوهم ويكونوا بجانبهم ويفرحوا لفرحهم ويعززوا ثقتهم بأنفسهم. وبعد ذلك يمكن أن يكون هنالك خيارات، إما بإعادة بعض المواد من أجل رفع المعدل أو الاكتفاء بالمعدل الذي حصل عليه الطالب والذي يؤهله للدخول إلى الجامعة واختيار التخصص الذي يناسبه. غدا الأهل يعني عليهم مسؤولية كبيرة، مساندة نفسية، أن لا نعود إلى الماضي، أن نعود لا نعود إلى اللوم والنقد لأبنائنا الطلبة، وإنما يجب أن يكون غدا هو الحد الفاصل بين ما مضى وما بين المستقبل الذي نتطلع إليه من أبنائنا في الاستعداد إما
للتكميل أو الاستعداد للدخول إلى الجامعة واختيار التخصص الذي يناسب معدلات الطلاب ورغباتهم، وهذا هو الشيء الذي ينتظره الأبناء منا. نحن نقول دائما أن الأبناء يحتاجون إلى الآباء في الفرح وفي الأزمات، سواء كانت النتيجة مرضية أو غير مرضية، لأنه لا فائدة ولا قيمة لأي لوم، ولا فائدة ولا قيمة لأي نقد، ولا فائدة لأي عقاب يمكن أن يمارسه الأهل، لأن الأمر انتهى. ونحن نريد أن يكون غدا يوم يعني للمراجعة الذاتية، النقد الموضوعي وليس النقد الجارح الذي يحبط ويفقد الطالب ثقته بنفسه ويجعله في لحظة من اللحظات أن لا يصر على أن يكمل مسيرة التعليم. وكذلك الطلاب الناجحين الذين سيحققون نتائج ترضي الأهل ويفرح لفرحهم كل المجتمع، يجب أن نشد من أزرهم ونرفع من معنوياتهم ونثني عليهم بهذا التفوق وهذا الاجتهاد الذي حصلوا عليه، ونساعدهم في الانتقال إلى المرحلة الأخرى من ما بعد الثانوية العامة. ونحن في الأردن من أعلى الدول في الانتقال الطلبة من الثانوية العامة إلى التعليم الجامعي، نحن 85% من الطلاب الذين ينجحون في الثانوية العامة يذهبون إلى الجامعة، فليس هنالك أصبح مشكلة في الذهاب إلى الجامعة، وإنما يجب أن يكون التفكير الآن في التخصص الذي سيختاره الطالب والذي يتوافق مع رغباته وقدراته، وهو ما يجب أن نبحث فيه بعد نتائج امتحان الثانوية العامة. نعم، أشكرك كل الشكر للخبير التربوي دكتور صالح بركات، كنت مباشرة معنا من عمان، قدمت نصائح لامتحان الثانوية العامة الذي سيكون أو ستعلن نتائجه يوم غد. نتمنى كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة، ونأمل التوفيق للجميع في نتائج الغد.